بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من
قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل. وأن كما مر معنا في آيات الله عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وقت الاستغفار، وهذا وقت الاستغفار في الأسحار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ويكتبنا من المستغفرين بالأسحار. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم من كل ذنب قد فعلت، يا ليتني ما فعلت لم أعد أفعل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ربي اغفر وارحم، 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 واعفو وتكرم، 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 واعفو وتكرم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون، 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 إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بك يا الله. 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 اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. 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 اللهم إنا نسألك الوفاة على الإيمان. 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 اللهم إنا نسألك أن تدخلنا فردوسك الأعلى في أعلى الجنان. اللهم إنا نسألك الفردوس 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 الأعلى في أعلى الجنان. اللهم إنا نسألك صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك صحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك شربة هنية من كفه الشريف لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم يا جليس الذاكرين. اللهم يا أنيس العابدين. يا حبيب القلوب أنت الحبيب. أنت أنسي وأنت مني قريب. يا طبيبا بذكره نتداوى. يا حبيبا بذكره يتداوى كل ذي سقم. كل ذي سقم فنعم الطبيب أنت يا الله. من له حاجة فليسأل الله.
يا الله يا الله. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلاة الحاجة أثابكم الله. أغيب وذل طائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب، وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب؟ فيا ديان يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب، وألهمني لذكرك طول عمري، وألهمني لحبك طول عمري، فإن بحبك الدنيا تطيب. يا رب يا الله يا ربا يا غوثا يا أمنا يا حفظا يا صريخ المكروبين يا أمان المضطرين يا ملاذ الخائفين يا من على ورآ ما في الغيوب وما تحت الثرى وظلام الليل منسدل. أنت الغياث لمن ضاقت مذاهبه، أنت السبيل لمن حارت به الحيل. إنا قصدناك يا الله، يا من قصدوك فوجدوك. إنا قصدناك والآمال واثقة، والكل يدعوك والكل يرجوك، والكل ينادي عليك يا رب، والكل يرجوك ملهوف ومبتهل. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. نشكو إليك ما لا يخفى عليك، نشكو إليك ما لا يخفى عليك. اللهم ضاقت علينا أنفسنا، ضاقت علينا الأرض بما رحبت، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. كل واحد فينا يحمل هموما لا يعلم بها إلا الله، لا يعلم بها إلا الله. يا الله، وحططت رحلي في رحابك على أن أمحو بحرمة جاهك الأوزار على بابك يا الله، في ليلة الحادي عشر من رمضان على بابك يا كريم، في ساعة الأسحار. هذا وقت الدعاء، هذا وقت الرجاء، هذا وقت الالتجاء. لك الحمد يا الله أن أكرمتنا بالوقوف بين يديك الساعة، لك الحمد أن أعنتنا على هذا الدعاء. سبحانك لو لم ترد إجابتنا ما ألهمتنا الطلبا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا. نسألك طول الأجل مع العافية، وحسن الأعمال مع القبول، وسعة في الأرزاق مع بركاتك، ونسألك راحة في القلب والبال والجسد، ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولآبائنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا. نسألك يا الله فجأة خير تجبر بها قلوبنا، تجبر بها إيماننا،
تجبر بها خواطرنا، تجبر بها شامنا. نسألك يا الله ألا تتخلى عنا مهما بدر منا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تحصنا بك يا ذا الجلال والإكرام على أنفسنا وعلى والدينا وعلى أزواجنا وعلى أولادنا وعلى مساجدنا وعلى بيوتنا وعلى مشايخنا وعلى طلابنا وعلى أرزاقنا وعلى أموالنا. تحصنا بيا ذا الجلال والإكرام من كل ذي شر من إنس وجان وعفريت وشيطان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.